ديزاينز مع جمانة ابو فاضل. صيفت جمانة وبلشت تعمل باربيكيوز اوت دور، صحيح؟ برافو عليك. بونجور كاتيا، كيفك انت؟ انا صيفت واصحابي صيفوا. تمام. لقلك ليش عم بلش بهيدا الانترودكشن، لانه هديك الجمعه كاتيا كنت معزومه على باربيكيو بارتي على طابق ب يعني روف مع تراس قدام منه، وعملت صديقتي سيت اب للتراس منشان هالباربيكيو بارتي بياخذ العقل. سو انا صورت وحبيت شارك هالشيء اللي كثير حلو مع المشاهدين لحتى افرجيكم كيف من خلال افكار كثير بسيطه، اذا ناويين تعملوا حفله باربيكيو بالبيت عندكم، حتى اذا ما في تراس كبيره، بالكون نسبيا كبير بيساع عدد اشخاص معين كتار شوي، فينا نعمل احلى افكار لاحلى حفله. اكيد. سو خلينا نبلش بالصور لانه محضرت لكم صور كتار، وراح اعلق تباعا على الصور اللي موجوده. هلا هيدا الشيء اللي ببين معنا اول ما نطلع على التراس، هي طاوله كثير طويله ولكن مكونه من عده طاولات كاتيا. اغلبيه البلكونات الكبار او التراسات الكبار بيكون فيها مثل طاوله خشب اجمالا بتكون من التيك مع اثنين بنشس او كراسي تابعين لها. هون جمعنا الطاوله الخشب التيك مع الطاولات البلاستيك العاديين ونوضع حواليهم كراسي من الكراسي العاديين الخيزران التقليديه اللبنانيه مع شرشف ابيض واخضر مربعات وقنين بيض فاضيين نوضع بقلبهم زهور. انا اعطيت كل هالتفاصيل لانه كانوا مهمين. هون عم نشوف بالتفصيل الثاني والصوره الثالثه مجموعين البنش اللي خبرتك عنهم كاتيا تبع الطاوله الخشب ورا منها، والصوره اللي قبل قطع معنا البار يلي مكون من خلال فكره كثير بسيطه وهي باليتس الخشب او المنصات الخشبيه اذا بدك اللي بيستعملوا بالورش ولحتى يعلبوا فيهم اغراض. نعمل منهم بار وطلع بار مع اناره مخفيه بالليد، شكل كثير كثير حلو. هون عم ببلش يقطع معنا التفاصيل، يعني اذا لقينا هيك بانكارت من حديد فينتج مكتوب عليها اشياء مهضومه نقدر نزيد عليها هالجو المرح والسمباتيك اذا بدك للتراس او البلكون عنا، ما تترددوا وجيبوهم وحطوهم بيعطوا جو كثير حلو. علبه الكلينكس كذلك الامر يلي هون معموله من الروبيكس كيوب، يعني هن هدول التفاصيل هن يلي بيضيفوا هالجو الحلو وهالديكار المميز. هون مبين معنا هو الحزر الشوكاتيا، هو الشماسه، لا هو الشماسه الورق الصغار. قلت انا شو عم يعملوا الالام برا؟ اكزاكتلي هيدا بيور نوستالجيا، يعني كنا كثير نستعملهم بعيد الميلاد بالسبعينات والثمانينات. سو هون محطوطين هيك ببول صغير وممكن كل حدا من الضيوف يضيفوا على الكوكتيل او الدرينك تبعه شغله كثير مهضومه. هون عم نشوف الكوشنز مع البومبون حواليهم، كيف الديفيرونس بدوغري الالوان التون سور تون من الزهر للفوشيا يلي منضافين على هالبنشز، ومثاقبه كمان انه البلانتس والزريعه على التراس عامله ماتشنج معه عطى كمان جو كثير كثير حلو. هيدا انجل ثاني لهيدا الشيء، شغله كثير حلوه. والملفت كمان هن هالديتيلز يلي معمولين او بالخشب او بالحديد كمان مره ومدهونين بعده الوان، فينا نزيدهم كمان او ضمن البلانتس او على الحيطان، يعني هون عندنا ضفدعه من البابيي ماشي كمان ملونه وبينتد منضافه باحدى زوايا التراس، يعني هيك نهفيت اذا بدك كاتيا بيعطوا هالجو الحلو. وين الباربيكيو؟ طولي بالك طولي بالك. هون كمان الشمس من البابيي ماشي ومدهونه بعده الوان، الالوان الالوان كثير مهمه لحتى نضيف هالجو الفرح على داخل التراسات تبعولنا. وهلا بده يبين معنا الباربيكيو اللي عم تسال عنه كاتيا. دونك هيدا السيتنج كان اللي ببين معنا من برا اذا بدك، والجد بالباربيكيو. وعلى فكره كاتيا رح اعمل حلقه بعد المشاهدين مع الباربيكيو عن الباربيكيو، ونجيب مكنه باربيكيو لايف على الاستوديو ونفسر عنها تفسير اكثر. ايه ليش لا، كله كله يلا ومنوزع مشاوي. هون عم نشوف
قربنا اكثر صوب الطاوله لحتى نشوف انه بول موتارد وكل البهارات وكل هالقصص ار سيرفد على صينيه فضه. وهون نصيحة كتير مهمة أنا بقلكن ما تجيبوا إشياء بلاستيك وإشياء هيك خفيفة، خلينا نجرب نتقل هالجو الباربيكيو اللي هو كتير هيك همشري إذا بديك بالأكسسوارات المرتبة خاصة على الطاولة ووقتا نعمل السيرفيس تبعنا. اجا الاكل انبسطنا. لا انا باربيكيو بلا باربيكيو ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. هون كمان مره لحتى اقول للمشاهدين انه كثير حلو لما بدكم تعملوا سيرفيس الاكل تحطوا الاكل على طاوله منفصله تكون قريبه طبعا على الطاوله اللي بدهم يقعدوا عليها كل الناس، وكمان مره الشموع اندافت، القنينه النبيد والشامبانيا الفاضيين، عبون ورود، اشياء تاتشز كثير صغيره. وبتلاحظي كمان مره الاطباق اللي مستخدمه كاتيا قديش هي اليجنت وحلوه، كمان بتعطي هالنوع من الريفاينمنت على سفرتنا. هون وصلنا للديسير وكمان مره بنشوف هالفرق بالالوان مع جمال الطبيعه والوان الطبيعه كيف عم بتضيفوا هالجو الحلو لكل السفره وعلى السيتنج ان جنرال. كونز البوزه حتى محطوطين بفازات لحالهم، وهون انا وكل هالجروب الحلو واصحابي وتحيه خاصه لفرح بنقول لكم تشيرز وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل هالتبس الحلوين. خليك ديزاين كثير حلو، خلص عبالي روح اعمل باربيكيو هلا. ما هيك؟ لانه عن جد انه هيك اشياء، لانه هلا موسم جاي وكلنا بنحب الباربيكيوز، فخلينا نشوفهم ونشوف كيف بابسط الافكار ممكن تعملي احلى جو لاحلى باربيكيو. خلص ديزاين لليوم؟ ما بعرف انت قولي لي المره الجايه شو رح يكون عنا. المره الجايه يا بدي اجيب معي باربيكيو على قلب الاستوديو، يا بدي احكي واعطي افكار اكثر عن هاو تو ديكوريت التراسات تبعولنا والبلكونات للاوتدورز. هلا فتره بدي اجرب اظهر فيها اكثر شيء لبرا لشارك المشاهدين افكار ممكن نستفيد منها للموسم القادم. ثانك يو جوانا، رح ننتقل لعند رولا كعدي بفاشينيستا نشوف كمان شو اجواء الصيف. ثانك يو كاتيا.